بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. عجين دين عجزة فضل الصبر، صبر كفضلك عظيم كيكسك أيها نسكو ربنا إن شاء الله تعالى. صبر كا أو كم إذا درجوين كواوين إلهي بحيو مسلمين تنا الأمر إن هذا صابرين أي كل صبران وحي مصائب أي منايا إلهي نقول المامي سورة والعصر أو رنتي سورة قامنا أي هذا علم كيدو يا تفسير كيدو أو رنتي وكهر لايا دينتي أو نمبولي كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلهي عز وجل قسم داربك بلابي زبنك أما الدهر يقصنده أو نمبا أما بعد الزوال سيد علماء وتفسير كوفة سيران والعصر بربي لي عصر بانكو نارتاي إن الإنسان لفي خسر بني آدم دمانتي خسارو كجرا أواكي خسارة كسوغن إلا الذين آمنوا إلهي حكسور ربي إنتا خسارة كسوغن هو إيمان لغا هل بولي لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادتين كي كنا واقع بولي إيمان كودين كامل يلبي وعمل الصالحات إيمان كينا راعي بولي عمل صالحة وكد دالين عمل صالح لي مادان مالمه أدير أي جوجين بودين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بودي وحق يسود هذا الدعوة إسلام لا يسود هذا ماي إن لبذا توحيد كإلهي عز وجل يا إسلام لماذا خلق على قارسيو أو إدارة إسلام على قارسيو أوامر إلهي يسنها النبي صلى الله عليه وسلم حق الله فافيو وتواصوا بالصبر يا إدارة الله تدار بشيء الصبر كأ لقوب برار جبل ساسين يسكو برار جلنا إن صبرك ياهي درجوينك واوين إياهي بحيوك مدياهي يضعو إلهي عز وجل آيادة فربانك أهلي صبرك قيمي سبولين إلهي عز وجل آيادة كله إنما يوفى الصابرون أجر بغير حساب إلهي حولي الصابرين تكوى كل صبرا مصائبك أما ضاعاتك الله أما معاصيك بكالصبرا إلهي حكوة المامة إنه سينا يو بغير حساب أجر بلا حساب ساتم تكبر أجرنا صبرك ودرجوينك واوين إلهي بحيو وحنا الأمر وقتك دادك أجعليد يا إنتي أصحابت أهيد يا إنتي أهدي جاريسك جمع أهيد مركز علمه أجعليد أما أريدي أجعليد أما أصحابتي أجعليد بحقي على كل ما دو وحال الأمر قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون وهي أهدي جاري حقا يجاريد وشي حقا أو إلهي عز وجل حكمي أو إلهي عز وجل برارو جنايو إن قلوبتنا نكوها يسنو سيد رسولك تلمامي صلى الله عليه وسلم ادخلوا ذكري هذه من لذات برسولك لها صلى الله عليه وسلم بدي حسوس تيسا كهذه الجلمعان يالك قويب النبي صلى الله عليه وسلم حسك تيسا بدي بولي هذه من لذات رسولك والويدية صلى الله عليه وسلم والموت بولي وقائد بولي هذه روح حق وحلو وحكوب بيري عالم البرزق عالم كانوا كوريك عالم كانوا وريك عالم البرزق ليلا أو إلهي كؤلوا لي النفاها أولا إلى آدم إلى ساعة القيامة وقت قدم إذا نفاها قدم بي أي إلهي كؤلوا لي عالم البرزق إنت عند قيامه دعين بولي تأسنا نسكو برا رجلنا إن درجة صبرك يا درجوين أو إلهي بحيول رسولكنا على صلى الله عليه وسلم الصبر عند صدمة الأولى صبر قيمي زويني ومرك أوه الرئيسة أي لبدا فجأة لبدا مصائبك عصبي هبولي مرك لغوصو شيكو تدك أجعليد أصحابتي أجعليد أوريدي أجعليد ددك أدسكو أهل كايدين ددك أدسكو أصحابتا هايدين مرك لغوصو شيكو أي هذه الجلية الأمري إن سمرك الآت كيو وروح هذه الجلية الصابر كينا هذه الجلية إلهي الدرجة وين بو بلنق هذي إنما يفال صابرون أجر بغير حساب هو صابرين تابو ربي وحن أقود ديقي بغير حساب حساب الأنبول وحوين معني الدرجة وين وإلهون يقرن كربول صبركو وصدح قيب رسولك نوت لامي صبر على الطاعات صبر على البلاء صبر على المعصية بولي إلا قل صبرو بلا يوينك مرقى عذر رضي امتحان دي مادان ايدادك اوكال اي وحي مصائب هاليلو وحي مصائب إلا قل صبر الأمري أما مالك اي بده هدو كوك الرقموك لي وحي مصائب اي مادان نمانبا نفي مال با إلا قل صبر الأمري ولقلق بالقضاء والقدر وحقدرك إلهي كويد بولي وعقلوا الأمر يا إن نكون سمير داعاتك واجباتك إلهي أوامرت إلهي يصنها رسولك أن لن نمادنا إن نكون سمير الأمر وواجباتك الله أين قدنو إنتا أدو يدك بحينا بلك وعقلوا صبرك كميدا الصبر على المعصية معاصدي وحي إلهي حرامي رسولك إن نقلنا هي إن نكرنا نبولي
oo had iyo jeer salaada oo kale waxa had iyo jeer ruuxa ku diidaba leey xumaha buuri in salaada tana cal fakhshay wal munkar oo gitaanka salaada oo kale ruuxa oo ga ruuxa islaamki waxay u diidaa fakhshaha munkarka iyo zinada iyo macaasida ayay had iyo jeer ka hor joogsataa buuri oo gitaanka salaada buuri marka dhamaad waxaan is fareynaa in qadar iyo qadaha ilaahay aan rumaysnaano waa laga maarmaan in sabir aynu lahaano waa waajib waayo sabirku had iyo jeer wuxuu ruuxa u fududeeyaa masaa'ibka buuri hadduu ruuxaas yar ruuxa had iyo jeer geerida xasuusan oo kale waxa u fududaanaya markuu xaq u helo dadkii aad jeclayd iyo asxaabtii aad jeclaydba waxaad ogaanaysaa in ilaahay ilaaha u qaatay nafteenuusan ognahayba waa ammaano ammaanada ilaahay waqtigu qaadayana laynooma sheegin laakiin waxaa layna amray in camal saalixa aynu ku dadaalo jiiraanka xaqiisa ilaalino dadka islaamka dhibkiisa aynu ka digtoonaano wadajirka ummadda aan ilaalino walaalaynta ummadda aynu ilaalino samafalka ummadda ku dadaala buuri waayo cafitaankuna waa la mid in quluubtaada aad ka cafida khalqiga cafitaanka waxaa lagu helaa cafiga ilaahay runtii oo ilaahay baa amray khudil cafwa waamir bilcurfi wacrid can iljaahiliin ilaahay baa rasuulku amray khudil cafwa kii waa cafi ah buu rabbi leeyahay waamir bilcurfi dadkana curfiga far wixii khayr ah ee ilaahay caza wajal awaamirtiisa iyo sunnaha nabiga far wacrid can iljaahiliin kuwa jaahiliintiina ka jeesa uu rabbi leeyahay oo ruuxu haddii uu shay had iyo jeer dood iyo muran iyo waxaan khayrdan kugu bilaabo jaahiliintu soo gelayaa saas darteedna waxaanu isfaran dhammaanteen inaynu camalkeenna ku dadaalo camal saalixa oo maalmaha adduunyada aan joogno in anfaca buuri waayo camalka saalixa ilaahay wuxuu ku tilmaamay man camila saalixan falinafsi waman asaa facalaya ruuxa camal wanaagsan la yimaadaa ayuu rabbi yidhi naftiisaa leh camalka saalixa xasanaadka ka xasilaa isaga ku raaxaysanaya wuxuuna ku raaxaysan doonaa waqtigu ugu baahi badan yahay oo ah waqtiga qabriga laynagu xabaalo ee cidlada meesha cidla laynagaga dareero ayaa ruuxii wanaagsan oo ku raaxaysanaya naxariistii ilaahay ridii ilaahay buuri rasuulkuna uu tilmaamay sala allahu calayh wasalam qabrigu waa laba qaybood buu nebigu lahaa sala allahu calayh wasalam rawdu min riyaadi aljanna aw xufr min xufri naar ruuxa ku dadaala waajibaadka ilaahay sunnaha nabigeenna sala allahu calayh wasalam islaamnimadiisa ka dhaweeya iimaankiisa ka dhaweeya wuxuu la kulmayaa waqtiga qabriga lagaga kala dareero rawdu min riyaadi aljanna rawdo janna alla uga yeelayaa buuri hadduu ruuxu dayaco iimaankiisa dayaco islaamka uu dhibo jaarka uu dhibo dadka islaamka ah qaraabada uu xidhiidhin waayo qaraabo goys noqdo wuxuu ku dhacayaa aw xufr min xufri naar qabriga waqtiga la geeya laga dareero wuxuu la kulmayaa naaraha iyo ciqaabyada ilaahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa camalkeenna saalix allaha ka yeelo camalka saalix allahayna garsiiyo amuureenna khayr allaha ka yeelo waalidiintii islaamka hoyda dhammaan naxariis allaha ugu deeqo beledkeenna allaha barwaaqeeyo koroonaha iyo balaayooyinka allah inaga xijaabo calanka dowladnimada allaha cizeeyo wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.